نسمع اولا سياده اللواء محمد عرفان رئيس هيئه الرقابه الاداريه يتحدث عن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم. مشروعات المقرر افتتاحها اليوم. من المقرر افتتاح 7 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 6.4 مليار جنيه كالآتي. أولا مشروعات الطرق، في طبعا مشروع الهام جدا اللي هو الناس كلها منتظرة افتتاحه منذ فترة طويلة، واللي هي فعلا بدأت استخدامه، اللي هو مشروع محور شبرا بنها الحر بطول 40 كيلو. المشروع الثاني مشروع في الطرق، مشروع كوبري محور الفنجري الجنوبي، تم تنفيذه بمعرفة احدى شركات القطاع الخاص، تكلفة حوالي 306 مليون جنيه. مشروعات الاسكان اللي هنفتحها النهارده ان شاء الله، مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، هما 1240 وحدة تكلفه 165 مليون جنيه. في ايضا في مشروعات الاسكان مشروع دار مصر ب 6 اكتوبر، الهيئه الهندسيه قوات مسلحه 960 وحده. عندنا محطه مياه مدينه القاهره الجديده، تنفيذ احدى شركات القطاع الخاص، بطاقه 500 الف متر مكعب يوم بتكلفه 2 مليار جنيه، تمثل 25% من اجمالي المخطط تنفيذه وفقا للتوسعات المستقبليه ونسب الاشغال.